يعطيك من العافية الجميع. خلصنا الموضوع اللي كنا نحكي فيه عن موضوع اللي هو عناصر اللياقة البدنية، وعناصر اللياقة البدنية لما قسمناها على قدرات بدنية وقدرات توافقية، أخذنا كل واحدة شو بنستفيد منها وكيف ممكن نستفيد منها في التدريب الرياضي. اليوم نكمل عن طرق التدريب، هذه شغلات مهمة جداً. يعني أي حدا بده يروح على مجال التدريب لازم يكون عنده فكرة ليها، حتى يقدر، هي مظبوط مواد نظرية لكن جميعها تطبق في الميدان. ما ممكن إن بني آدم أو مدرب أو يكون مدرب بدون ما يكون عنده قدرة أو معرفة في هذه الأشياء نظريا حتى يقدر يطبقها عمليا. فأساس الجانب العملي في التدريب هو أساسه نظري، أساس الجانب العملي هو أساسه نظري. ما بتقدر إنك تصير مدرب وأنت ما بتعرف عناصر اللياقة البدنية، وهذه العناصر اللياقة البدنية والقدرات التوافقية والقدرات البدنية إحنا بناخذها نظري، لكن تطبيقها في المساقات الثانية راح يكون عملي، سواء في مساقات الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية. اليوم نحكي عن طرق التدريب. شو يعني طريق التدريب؟ إحنا في عندنا نوعين من طرق التدريب راح نحكي عنهم، في طرق تدريب أربعة أساسية هاب بيستخدموها المدربين، وفي طرق حديثة صارت تطرأ على التدريب نتيجة إن يعني في تطور العلم صار يدخل في عنا طرق حديثة في التدريب بيستخدموها المدربين. حتى يعني إحنا بنشوف اليوم قديش في تطور في مستوى الأداء عند اللاعبين نتيجة التطور في عملية التدريب والتطور اللي بيصير في طرق أساليب التدريب. شو يعني طريق التدريب؟ حدا عنده فكرة؟ يعطيك العافية دكتور. أسهل الأساليب اللي بنقدر نوصل للاعب أو للطالب المهارة فيها. ممتاز. في حدا عنده شيء ثاني ممكن يحكي؟ يعني لما احنا بنحكي عن طريق التدريب في الوحدة التدريبية، هي الأسلوب اللي أنا راح أنفذ فيه الوحدة التدريبية، شو أنا راح أستخدم حتى أحقق أهدافي في الوحدة التدريبية. أنا عندي أهداف معينة، أهداف في بداية الموسم، أهداف في نص الموسم، أهداف فترة المسابقات أو المنافسات، أهداف فترة الإعداد. فطريقة اللي أنا راح أقوم فيها في التدريب اللي راح أستخدمها حتى أقوم بتحقيق أهدافي، وهذا بنسميها طريقة التدريب. طريقة التدريب هي عبارة عن طريقة تنفيذ الوحدة التدريبية، كيف أنا كمدرب بدي أقوم بتنفيذ الوحدة التدريبية حتى أحقق الأهداف المطلوبة مني. شو الأهداف اللي أنا بدي أحققها؟ لأن كل طريقة من طرق التدريب راح تلاحظوا، بس ناخذ طرق التدريب، بتناسب هدف معين، بتناسب طريقة معينة. تدريبات الأكسجينية لها طريقة في التدريب، تدريبات اللا أكسجينية لها طريقة في التدريب، فترة الإعداد لها طرق تدريب، فترة المنافسات لها طرق تدريب. يعني في بعض الطرق لا يمكن ما بستخدمها في فترة الإعداد، وفي بعض الطرق ما بستخدمها لفترة المنافسة. فطريقة التدريب باختصار هي طريقة أو أسلوب تنفيذ الوحدة التدريبية من أجل أني أحقق أهداف الوحدة التدريبية. هذه الطرق الأربعة اللي هي متفق عليها، أول طريقة من طرق التدريب اللي هي طريقة التدريب المستمر، طريقة التدريب المستمر. ومن اسمها كوننا بنقول تدريب مستمر إن أنا ما في عندي فواصل أثناء تطبيق الأهداف، يعني ما في عندي فترة شغل وفترة راحة، يعني في عندي شغل متواصل وبيزيد عن 12 دقيقة لمدة يصل إلى ساعتين. فهنا أنا استخدمت الطريقة الأولى في التدريب اللي بنسميها طريقة أسلوب التدريب المستمر أو طريقة التدريب المستمر، اللي هي إن المدرب قام بتدريب اللاعبين أو استخدم طريقة التدريب بدون ما يصل لمرحلة إن يكون في عمليات انقطاع أو فترات تقطع في خلال الوحدة التدريبية. بمعنى إن أنا بكون في الوحدة التدريبية لمدة 12 دقيقة أو لمدة ساعتين بدون فواصل زمنية، بدون فواصل زمنية بداخل الوحدة التدريبية. هذا بنسميها طريقة التدريب المستمر، بحيث إن المدرب بكون بتطبيق التمرين
بدون وجود فواصل زمنية في الوحدة التدريبية. من الأمثلة على هذا الشيء في اختبار معروف لكل العالم بسموه اختبار كوبر، هذا اختبار مكرر بكيس اللي هو القدرة الأكسجينية عند اللاعبين، اللي هو فيه له طريقتين، إما بخلي اللاعب يجري مسافة 1.5 ميل أو بخليه جري أو مشي 12 دقيقة وبكيس المسافة. فكون هذا الاختبار بكيس القدرات الأكسجينية ولمدة 12 دقيقة، إذا هو بلبي عملية التدريب المستمر اللي بيكون فيه بدون انقطاع عن اللي هو أو بدون فواصل زمنية داخل الوحدة التدريبية، أو بنشيل حمل بوزن خفيف 30-40-20%، وهذا الوزن بنشتغل لمدة فترات طويلة لفترة التعب. إذا هنا بنلاحظ إن التدريب المستمر الهدف منه إني أنا أشتغل لفترة طويلة بدون وجود فواصل زمنية، بدون وجود انقطاع بين التدريب والتدريب، ما فيش عندي تكرارات، عندي في عندي إيش في عندي تمرين متواصل بدون وجود اللي هي فترات راحة، هذا بنسميه التدريب المستمر. وهنا لازم نلاحظ إحنا إن التدريب المستمر بيأثر على الأجهزة الداخلية للجسم. طبعا هدفنا في التالي إحنا سواء تدريب مستمر أو تدريب فتري أو تدريب تكراري إن نكون بعملية التأثير على أجهزة الجسم مختلفة. إحنا متفقين إن دائما التدريب بيكون تأثير خارج، بيكون عمل خارجي، لكن تأثير على أجهزة الجسم الداخلية، والهدف منه إن نوصل اللاعبين لمرحلة التكيف اللي هي أساس في عملية التدريب، إن نصل اللاعب نغير في المنظومة الموجودة عنده في داخل أجهزة الجسم الداخلية. التدريب المستمر كونه تدريب الأغلب أكسجيني، فهنا بدناش نوصل لمرحلة دين الأكسجين، مرحلة دين الأكسجين ما نوصلش اللاعب للثبات في التوازن بين الشدة والحجم، ما نوصل اللاعب لمرحلة إنها نشتغل على تدريبات أكسجينية بدون ما نصل لمرحلة التدريب اللي هو اللي فيه دين أكسجين اللي هي العمل الأكسجين. التدريب المستمر في منه عدة أنواع أو أساليب، يعني إحنا ممكن نستخدم التدريب المستمر بطريقة، في واحد بكت الصوت بقطع عند الجميع ولا عند حدا معين؟ لا ما بقطع ترميح كتير. خلاص لا، إذا المشكلة عند الشخص اللي بيحكي مش مشكلة، يا ريت تكون في منطقة كريمة. أساليب التدريب المستمر أو الطرق اللي ممكن أو أنواع التدريب المستمر، أول نوع من التدريب المستمر منخفض الشدة. هنا لما نكون منخفض الشدة بنحكي عن شدة تدريب 66% 70% 75% من أقصى قدرات اللاعب، يعني إن إحنا اليوم بدنا ننمي قدرات بدنية عند اللاعب بحيث إن شدة التدريب ما تكون عالية بنسبة 60-70% أو 80%. أما التدريب المستمر المرتفع الشدة اللي ما بصل للشدة القصوى لحد 90%، هنا التدريب بيكون حد الأقصى إلى بصل 70-75-80-85-90%، لكن ما بنصل لقدرات 100%، اللاعب ما بيقدر يشتغل لقدرات 100%، حتى 90% شوي مبالغ فيها، ممكن يكون أقل من هذا شدة التدريب. وفي عنا نوع ثالث من أنواع التدريب المستمر اللي هو بسموه تناوب الخطوة، وهذا الأسلوب بيعتمد على تغيير السرعة بين السرعة سريعة بطيئة، يعني اللاعب بنخليه يجري 100 متر ويهرول، 100 متر ويهرول، 100 متر ويهرول. فهنا اللاعب بيأدي تمرين مستمر بدون وجود فترات راحة، لكن بتغيير في شدة السرعة بحيث أن اللاعب بيجري سرعات مختلفة، فهذا بنسميه تناوب الخطوة. إذا صار في عندنا ثلاث أساليب من أساليب التدريب المستمر، إما التدريب المستمر المنخفض الشدة، أو تمرين مستمر المرتفع الشدة، أو التدريب تناوب الخطوة. تناوب الخطوة الثلاث بيؤدوا في النهاية لعملية التدريب من خلال اللي هو التدريب بطريقة التدريب أو بطريقة التدريب المستمر. النوع الثالث أو الرابع من أساليب التدريب، التدريب السرعة المتنوعة أو بسموه الفارتلك أو بسموه التدريب المتقطع، يعني راح تسمع كلمة يسموه التدريب المتقطع. هذا النوع من الأساليب التدريب أو السرعات المتنوعة أو التغيير في السرعة من أفضل التمرينات المستخدمة في التدريب المستمر لتطوير القدرة اللاأكسجينية، بالأخص عند لاعبين 200 متر وال400 متر. باختصار هذا التمرين نأخذ عليه مثال، لو جينا كلنا لورد عبادات، كلنا لورد بدنا تيجي على المضمار
ونقسم لك المضمار لثلاث أقسام. القسم الأول مسافته مثلا 120 متر أو 100 متر تجري فيه بأقصى سرعة، 100 متر بتجري فيه نهار ولا، 100 متر بتمشي، وبستمر التمرين بهذه الطريقة لمدة 20 أو 30 دقيقة حسب مستوى اللاعب. هذا التمرين من التمرينات الفسيولوجية المهمة اللي بيطور عند اللاعبين قدرة الأكسجين، بنسميه تدريب الفارتلك أو التدريب المتقطع، أو بسموه مرات تدريب السرعة المتغيرة أو السرعة المتنوعة. باختصار تدريب لمدة 30 دقيقة مثلا 20 دقيقة، بتيجي تقول للاعب تحط له أقماع معينة وبتقول له من هذا القمع لهذا القمع بتجري سرعة عالية، من القمع اللي بعدها للقمع اللي بعدها المسافة نفسها طبعا بتكون تجري هرولة، المسافة اللي بعدها طبعا نفسها بتكون 100 100 100 أو 150 150 150 تجري تمشي مشي. هذا اللاعب يستمر لمدة 20 أو 30 دقيقة بنسميه التدريب الفارتلك أو التدريب المتقطع. ماشي يا مريم، نفس التمرين اللي انت حكيتي لي. الآن بعد ما احنا حكينا عن أربع أساليب من طرق التدريب المستمر، اللي هي التدريب المرتفع الشدة والتدريب المنخفض الشدة والتدريب التناوب الخطوة والتدريب الفارتلك، نشوف شو الميزات اللي ممكن أنا كمدرب ليش أنا بدي أستخدم التدريب المستمر، شو السبب اللي راح يخليني أنا كمدرب أستفيد من هذا الإشي كتدريب مستمر، شو الغراض اللي ممكن أحققها من خلال التدريب المستمر، شو الأهداف اللي أنا كمدرب بتخليني أروح التدريب المستمر حتى إني أنا أقتنع إن هذا التدريب المستمر راح يكون إشي مهم في عملية التدريب اللي أنا بدربها، وراح يكون جزء مهم من الوحدة التدريبية تبعتي، راح يكون أسلوب من الأساليب اللي راح أستخدمها أنا كمدرب. أول إشي بالتدريب المستمر استمرار هذا الحمل لفترة طويلة بخل بدون فترات راحة، يعني بمعنى إني أنا لما بدرب التدريب المستمر أول ميزة إلى إني أنا ما فيش عندي فترات راحة، هذه ميزة من ميزاته. ليش؟ لأنه راح أخذ نوع من التدريب أخرى اللي هي مثل التدريب الفتري والتدريب التكراري اللي ما راح يكون، راح تلاحظ إن في فترات راحة مهمة وضرورية ولازم تكون موجودة. بينما ميزة ميزات التدريب المستمر إن ما في عندي فترات راحة أثناء الوحدة التدريبية أو أثناء العمل في التدريب المستمر. النقطة الثانية، يعمل على تطوير التحمل العام. يعني أنا لما بدي أطور التحمل العام عند لاعبين، أطور التحمل العام، والمقصود التحمل العام اللي هي قدرة القلب والرئتين على إمداد العضلة بالأكسجين طول فترة الشغل. يعني بمعنى إذا إجا يوسف كدح مثلا، يوسف كدح بده يتدرب ويطور عنده قدرات القلب. إحنا القلب نعرف عضلة مثلها مثل أي عضلة يتم تدريبها، فأفضل تمرينات لتطوير القدرات القلب والرئتين على إمداد العضلة في الأكسجين هي التمرينات المستمرة، لأنها بتشغل عبء على عضلة القلب. أيضا ممكن أستخدمه في أداء المهاري، اللاعب يكرر باستمرار مهارات معينة، فأنا ممكن أستخدم في تصويب كرة السلة، لاعب يصوب باستمرار، لاعب ينطط بالكرة من بين الأقماع رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، أو هو يكون بعملية التنطيط في طول الملعب أو في خلال اللعب الجماعي، فهنا ممكن أدي على تطوير الأداء المهاري أو الخطط نتيجة التكرار لفترة طويلة أو الاستمرار في أداء التمرين لفترة طويلة. تفضل يا رائع. دكتور احكي مش مشكلة. دكتور بدي أسألك التمارين اللي بتساعد على إنه نبض الراحة يصير قليل عند اللاعبين هي الهوائية. التمارين الأكسجينية احنا اتفقنا انها مش هوائية، أكسجينية. التمارين الأكسجينية هي تمرينات بتأدي على تطوير عمل القلب، مثل المشي، الجري الخفيف، الشغل لفترات طويلة بيؤدي لتطوير قدرات القلب وبقلل من نبض القلب، بقلل من عدد نبضات القلب أثناء الراحة. أكيد في إيش ثاني رؤى؟ لا يسمون خلاص رجعوا تكاتلوا في الدار مش مشكلة. النقطة الرابعة اللي هي تطوير التحمل الخاص، مش بس أنا ممكن أشتغل على تطوير التحمل العام، أيضا ممكن أشتغل على تطوير التحمل الخاص. والتحمل الخاص إحنا متفقين إن التحمل الخاص بيكون خلال أداء،
طب كيف بدي اشتغل على التحمل خاص عند لاعب كرة الطائرة؟ باجي بخليه يلعب مباراة خلال التمرين، هل هذا تحمل خاص أو تحمل خاص؟ لأنه إلى علاقة في الوحدة التدريب، في طبيعة المباراة اللي أنا بلعبها، طبيعة الأداء اللي أنا بلعبه. هل ممكن أطور تطور خاص التنطيط من بين الأقماع مثلا في كرة السلة أو في كرة اليد أو في أو لعب كرة القدم يكون بعملية جرم بين الأقماع، يقفز عن حواجز يروح مرر الكرة، جرم بين الأقماع يقفز عن حواجز مرر الكرة، جرم بين الأقماع يقفز عن حواجز مرر الكرة. أنا استخدمت أسلوب تدريب محطات ودائري، بسلافة استخدمت طريقة تدريب مستمر وطورت التحمل الخاص عند اللاعب. التحمل الخاص اللي مربوط دائما في إجراءات الكرة، التحمل الخاص هو المربوط دائما في الكرة، مربوط في الكرة، إشي إلى علاقة في اللعبة مباشرة. فرق بين التحمل العام سباح، لما كنا للسباح يا أخي اجري حوالين هالمسبح ربع ساعة نص ساعة، أنا شو بشتغل؟ تحمل عام. بينما إذا دخلت السباح في داخل المسبح قلت له اسبح رايح جاي رايح جاي رايح جاي، فأنا دخلت في التحمل الخاص لأنه بيشتغل ضمن بروتوكول الخاص في اللعبة تبعته، فهذا بنسميه التحمل الخاص. التدريب المستمر ممكن يشتغل على القدرات الأكسجينية وممكن يشتغل على القدرات اللا أكسجينية، يعني على الطرفين على النقيضين، مش بس أنا بشتغل أكسجيني، أنا ممكن أشتغل أكسجيني وممكن أشتغل لا أكسجيني. ممكن أطور في التدريب الفارتلك مثلا، إذا متذكرين قبل شوي حكينا في تدريبات تنوع السرعة أو السرعة المتغيرة، هنا إحنا بنشتغل تدريب قدرة لا أكسجينية بهدف إن نطور القدرة لا أكسجينية. فالتدريب المستمر ممكن يكون قدرة أكسجينية مثل لاعب بيجري حول الملعب، بس بسيطة، هذه بنسميها تدريب مستمر بتطوير القدرة التحمل العام أو القدرة الأكسجينية. بينما أنا إذا بدي أشتغل قدرة لا أكسجينية، تدريبات الفارتلك اللي هي تدريبات التدريب المتقطع هي من أفضل الطرق اللي ممكن نستخدمها في هذا الموضوع. أهم نقطة اللي سألتنا عنها رؤى قبل شوي، إن هل ممكن أن أثر على القلب والرئتين من خلال اللي هو التدريبات الأكسجينية؟ بالتأكيد أنا ممكن أثر بشكل إيجابي على تدريبات الأكسجيني على أعضاء الجسم الداخلي، بالأخص الجهاز الدوري التنفسي، القلب والرئتين، لأن هذول هن اللي لما أنا أشتغل مسافات طويلة ولفترة طويلة بيعتمد الجهد على قدرة القلب والرئتين على إمداد العضلة في الأكسجين، وبالتالي أنا قاعد بدرب في القلب. المشي لمسافات طويلة من التدريبات المهمة لتطوير قدرة القلب، عشان هي الناس اللي معهم أمراض في القلب وأمراض في التنفس، الناس اللي بدهم يحسنوا من قدراتهم على التنفس، الناس اللي يحسنوا من قدراتهم على اللي هو القلب إنه ينتظم دقات القلب، تمرينات الأكسجينية هي أفضل طريقة. وقبل ما نصل لمرحلة إن إحنا بدنا نصل لمرض، لا، إحنا قبل ما نصل لمرض خلينا نشتغل على تدريب القدرات الوظيفية الخاصة بعجز دوار التنفس من خلال تمرينات الأكسجينية. النقطة الأخيرة اللي هي تطوير الصفات النفسية كالإرادة والتصميم والمثابرة. إحنا بنفهم شغلة واحدة، إن تدريبات التعداد العام للاعب سواء بدني ومهاري وخططي ونفسي جميعها بتلتقي مع بعضها بطريقة اللي تصل لمرحلة إنك أنت ما بتقدر، كلنا من ذاتشي لما كنتلتش ما بنقدر نفصل ولا بأي حال الأحوال، إن المدرب يجي يقول لك أنا اليوم بدي أدرب بس كذا، جميع الأمور مخلوطة في بعضها. فأنا من خلال التمرينات اللي بتأخذ مسافات طويلة هذه بدها إرادة. لما أنا حضرتي مثلا بدي أروح من رام الله مشي على سنجل، أنا حتى أروح من رام الله على سنجل مشي بدي إرادة، بدي تصميم، بدي مثابرة. إذا ما عندي إرادة لا يمكن. إذا أنت حطيت في مخك وصار عقلك الباطني وصار في عندك تفكير سلبي إن أنا ما بقدر، فأنت ما راح تقدر. عشان انت تقدر لازم تكون الصفات النفسية عندك موجودة، وهذه التدريبات من الشغل اللي بتساعد على تطوير. يعني أنو بقدر يجي مسافة الماراثون 42 كيلو شوي، أنو بقدر يجي مسافة 10 كيلو إذا ما كان يمتلك الإرادة ويمتلك التصميم ويمتلك المثابرة. فنتيجة التمرين على هذه التدريبات راح تؤدي فينا إلى تطوير صفة اللي هي الإرادة والمثابرة واللي هي والتصميم. من عيوب طريقة التدريب المستمر استخدام مستوى بسيط من الشدة والتركيز على زيادة الحجم.
هنا التدريب المستمر الشدة ما بتقدر ترفعها عالية جدا، ما بتقدر تلعب في شدة 100%، ما بتقدر تلعب في شدة 95%، على الأرجح يعني أغلب الشدة اللي تستخدم فيه ولازم يقنع حاله والعقل الباطن. مريم، مريم بتقول لك لازم يقنع حاله والعقل الباطني إنه مش تعبان أو مش مفكر بتعب. شوف يا مريم، هذه من المهارات النفسية اللي إحنا لازم ندرب اللاعبين عليها. إحنا كثير لاعبين بمروا معنا بكون عنده تفكير سلبي، مخه مش مساعدة، فبيجي بقول لك أنا مش راح أفوز، أنا كيف بدي أفوز على الفريق؟ كان عندي لاعب في يوم من الأيام كان عنده بطولة، فالشاب هذا بقول إحنا مستحيل نفوز. إذا أنت ما غيرت التفكير اللي عنده هذا اللي بقول أنا مستحيل أفوز، وما وقفت التفكير السلبي، ولازم إحنا نشتغل على اللاعبين إن أنا بقدر وأنا بستطيع وأنا عندي قدرة وأنا عندي إمكانية وأنا جاهز وأنا مستعد وأنا ما عندي إصابات، لأن أحياناً التوهمات اللي إحنا بتيجي في مخ اللاعبين بتوصلنا لمرحلة إن نخسر مباريات ونخسر بطولات بسبب شغلات أصلاً مش موجودة، شغلات أصلاً مش موجودة. هذا لازم ندرب اللاعبين ونكشف فيها في هذه المواضيع باستمرار، ما تخلي اللاعب لحاله يظل مخه يروح يجي ويظل يفكر إن إذا حكم هذا حكمنا راح يخسرنا، هذا لازم يوقفه. أنا ما بقدر أجري مسافة 5 كيلو، لا بتقدر يا أخوي، وإذا أنت حطيت في بالك بتقدر، وإذا أنت وقفت التفكير السلبي راح تقدر. أما إذا أنا بحط في بالي إنه مثل يعني مثل كان أستاذ رياضيات يدرسنا في الزمانات كان يقول معظم الطلاب بيقول لك الرياضيات لا تفهم، مجرد ما أنت حطيت في مخك إن الرياضيات لا تفهم أنت ما راح تفهم، بس إذا أنت وقفت التفكير السلبي بلشت في موضوع انك انت تفكر إن لا تفهم الرياضيات، تفهم الرياضيات مثلها مثل اي ماده، والانجليزي مثلها مثل اي ماده، ممكن يجيب فيه علامه كامله، ممكن يجيب على العلامات. هذا اذا احنا بلشنا في تغيير تفكير اللاعب واللاعب صار يفكر اني انا بقدر او بتقدر. لاعبين يا جماعه لعبوا معنا في يوم من الايام، في لاعب خلص ما انصاب في مباراه الشوط الثاني، الشوط الثاني وخلصنا المباراه، وبعد ما رحنا سوينا له صورة شعب طلعت مكسورة رجلك، عنده كسر في مفصل في عظام المفصل، لكن الإرادة اللي في داخله منعته إنه يفكر في موضوع الإصابة الموجودة عنده. في الأبحاث شو بتثبت؟ يقول لك إن اللاعب بس يرجع من الإصابة أول شغلة بتوهم له الشعور بألم الإصابة. بدك أنت تشتغل على اللاعب كيف تخلصه من ألم الإصابة والشعور هذا اللي هو التفكير، تفكيرنا مخنا شو بكلنا. أحيانا إحنا جماعة إذا قال لك حدا شربك كاسة مية وقال لك هذه كاسة المية كان فيها مثلا مادة تمغص أو مادة كذا أو كذا، ممكن أنت تحول استجابات فسيولوجية خاطئة في جسمك نتيجة إن مخك صار يفكر في هذا الإشي. دائما نوقف، وبالتالي إن التدريبات اللي فيها التدريب مستمر بتأدي فينا إن يصير في عنا إرادة وتصميم مثابرة، مثل ما كنا اللاعب ده يجري 42 كيلو في الماراثون شو بجري يعني إذا ما عنده إرادة؟ ولا يمكن، يعني ولا يمكن إذا أنت ما حطيت في مخك إني بقدر، إني بقدر بقدر أكون في هذا الحاجة. إذن التدريب المستمر، هي بنخلص التدريب المستمر. ده في حد عنده سؤال على التدريب المستمر قبل ما ننتقل لطريقة التدريب الثانية؟ في حد عنده سؤال على التدريب المستمر؟ طيب الطريقة الثانية من التدريب اللي هي طريقة التدريب الفتري، ومن اسمها بما إننا بنحكي عن فتري إن في عندي تكرارات وفي عندي فترات راحة، في عندي فواصل زمنية، بمعنى إني أنا باجي بقول لإناس عودية إناس أنت في الجيم تشيلي وزن حطي على الأرض، بدي تشيلي وزن حطي على الأرض بعد فترة يعني بعد تكرارات، فأنا أعطيت تمرين ومقابل هذا التمرين أعطيت راحة. إذا في عندنا سلسلة من التكرارات، سلسلة من التمرينات، كل تكرار والآخر في بينها فواصل زمنية، بمعنى أني أنا ألزمت حالي بفترة من الزمن تكون فترة راحة، وإحنا متفقين أن فترة الراحة الإيجابية هي أفضل راحة ممكن يأخذها اللاعب، وهذه الراحة أن إحنا بنستنى اللاعب يرجع لوضع الطبيعي ودقات القلب، وكنا هذه خدناها في موضوع التعويض الزائد، وكنا أن أحسن فترة لتكرار التمرين هي فترة استعادة زيادة الشفاء، هي فترة التعويض الزائد،
احسن فتره لاعاده التمرين هي فتره اعاده فتره التعويض الزائد، او اللي هي الفتره اللي بيرجع فيها نبض القلب ل 120 نبضه، او كلنا بنقول هي اقصى نبض ناقص عمر ناقص نبض الراحه اللي بتطلع تقريبا عند اللي مثل جيم، يعني تقريبا 130 ل 140 نبضه. اذا طريقه التدريب الفتري باختصار هي فترات شغل وفترات راحه، لكن هذه الفترات الشغل وفترات راحه او التدريب الفتري الى عده انواع. النوع الاول التدريب الفتري منخفض الشده، التدريب الفتري منخفض الشده، وهذا نوع من انواع التدريب اللي بنستخدمه فتري، اللي هو بتكون فتره الراحه بين او شده التدريب من 50 ل 75%. طبعا بما ان التكرارات، بما ان الشده منخفضه، اذا شو عندنا بده يكون الحجم عالي، واحنا متفقين في موضوع الشده انها تتناسب عكسيا مع الحجم، كل ما زاد الحجم كل ما قلت الشده، وكل ما قل الحجم كل ما زادت الشده. اذا هذا شده التدريب في التدريب الفتري، شده التدريب بين 50 ل 75%، وزياده الحجم بتكون من 30 ل 25 الى 20 30 تكرار. النوع الاول من اللي هو التدريب الفتري. النوع الثاني او ميزات هذا النوع شو بنستفيد منه؟ نعمل على تنميه التحمل العام، يعني واحد بدنا نعطيه تحمل قوه، وتحمل قوه بدنا نعطي تكرارات. هنا التكرارات اللي احنا بناخذ فيها كونها ما دخلت في الشغل الخاص، فاحنا بنشتغل تحمل عام. وايضا تعمل رفع كفاءه الجهاز الدوري التنفسي، بما ان احنا ما بنشتغل على تطوير تحمل خاص، بنشتغل فترات اطول بحجم عالي، معناها دخلنا على موضوع اللي هو التحمل التحمل العام. النوع الثاني من انواع التدريب الفتري اللي هو التدريب الفتري المرتفع الشده، التدريب الفتري المرتفع الشده. وهنا شده التدريب بتوصل بين 90 او 80%، شده التدريب. وتقول طبعا بما ان رفعنا الشده راح نروح لحجم من 5 ل 10 مرات، وبنكون في عنا طريقه التدريب مرتفع الشده مميزه، لانها بتقدم لنا بتشتغل على التحمل الخاص، نقدر نطور تحمل خاص لان دخلنا على الخصوصيه في اللعبه ورفعنا شده التدريب، فبنشتغل تحمل خاص. تعمل على عضلات الطريق الاتي بدون غياب الاكسجين، هنا بنشتغل مع غياب إذا التحمل الخاص. التدريب الفتري المرتفع الشدة، شدة التدريب بتوصل من 98%، التكرارات من 5 ل 10 مرات، طريقة التدريب مرتفع الشدة بتتميز بينها بتشتغل على التحمل الخاص، مثل تحمل السرعة وتحمل القوة، تحمل السرعة وتحمل القوة. أيضا بنشتغل على تمرينات في غياب وجود الأكسجين، لأن في عنا حجم عالي، حجم منخفض، وفي عنا شدة عالية. هنا ما ممكن نصل لمرحلة دين الأكسجين، ليش؟ لأن نحن نشتغل على القدرة الأكسجينية. إذا منلخص موضوعنا، تحمل التدريب الفتري في عنا شغل وراحة، التدريب الفتري في منا منخفض الشدة ومرتفع الشدة. منخفض الشدة، شدة التدريب بتوصل لخمسة وسبعين في المية لحد 50%، التكرارات بتوصل من 30 ل 20 مرة أو من 20 ل 30 مرة، بخدمنا في الأشياء العمومية ما بدخل في الخصوصية. بينما لما نروح على التدريب الفتري المرتفع الشدة بنشتغل لحد 90% من شدة التدريب، التكرارات بتوصل من 5 ل 10 مرات. ميزاتها أنها بتشتغل على التحمل الخاص، وأيضا من ميزاتها أنها بتشتغل في تطوير العضلات في ظل وجود غياب الأكسجين والشدة والحجم المرتفع، وأيضا بصير في عندنا ما يسمى اللي هي دين الأكسجين، وتعمل على تنمية قدرة وتكيف العضلات أثناء الجهد المنفى. هذا بالنسبة للنوع الثاني من أنواع اللي هو التدريب الفتري. طبعا التدريب الفتري ممكن نستخدمه في جميع مراحل الموسم. التدريب المستمر على الأغلب نستخدمه في فترة الإعداد، لأن التدريب الفتري تدريب مستمر فترة الإعداد، التدريب الفتري بنستخدمه في فترة الإعداد وفترة الإعداد الخاص وفترة المنافسة أيضاً.
أما التدريب النوع الثالث أو الطريقة الثالثة من التدريب اللي هي نسميها تدريب التكراري، لأن راح نلاحظ أن التكراري قريب جدا من التدريب الفتري، قريب جدا من حيث الشكل، من حيث التكرارات. وهنا لما نكون تدريب تكراري، هنا نعمل على بعض التمرينات سواء كانت جري أو سباحة أو تجديف أو حمل أوزان أو 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 أو، وهنا بتكون السرعة قصوى وقريبة من القصوى. هنا اختلفنا في شغلة واحدة، إن في عندنا شدة قصوى وفي عندي مجموعة من التكرارات، لكن هذا الشدة عالية جدا اختلفت، لأن غاد في عندنا شدة منخفضة وما بتصل للشدة القصوى، تصل لدون القصوى. الآن الفرق الثاني في هذا التمرين إن الراحة لازم تكون كاملة 100%، لكن في التدريب الفتري ممكن لما أشتر أتحمل السرعة، أشتر أتحمل السرعة أو تحمل القوة أو التحمل الخاص بوجود فترات راحة مش كاملة. لكن في التدريب التكراري الفرق بينهم شدة عالية قصوى وفوق القصوى، وأيضا في عندي اللي هو التكرارات بتكون قليلة، بالإضافة إن فترة الراحة بتكون كاملة جدا، يعني فترة الراحة بتكون كاملة. من ميزات طريقة التدريب التكراري اللي بتعتمد على تكرارات عالية وشدة قصوى، إنها هذه الطريقة بتتميز بالمقاومة والسرعة العالية، يعني معنى الشدة لما أنا بدي أطور قصوى، لما بدي أطور السرعة، لما بدي أطور القوة، لما بدي أطور أي شيء، أنا بروح التدريب التكراري. وهنا من ميزاتها طول فترة أداء التمرين وشدة وكذا عدد مرات تكرار تكون أقل، شدة عالية تكرار قليل طبيعي جدا، شدة عالية تكرار بيكون قليل. طيب أداء التمرين بيكون فيش فترة استعادة الشفاء بتكون عالية جدا، نعطي فترة راحة كاملة. هنا بندخل على الخصوصية في التدريب يا جماعة، فعشان هي في التدريب الخاص فترة الإعداد الخاص وفترة الإعداد للمنافسات وفترة المنافسات نستخدم التدريب التكراري. هنا اختلف عن التدريب الفتري في الشدة وفي الحجم وفي الكثافة. من ميزات التدريب التكراري، من ميزات التدريب التكراري انه يعمل على تطوير السرعه الانتقاليه. انا لما بدي اشتغل على تدريب السرعه القوه القصوى، لو واحد بتدرب حديد، لو واحد بيطور القوه القصوى، للاعبين الطار، للاعبين السله بيطوروا القوه الانفجاريه، هنا بنستخدم التدريب التكراري، وممكن نستخدمه في تطوير القوه الانفجاريه، القوه المميزه بالسرعه، تحمل السرعه لمسافات متوسطه. هنا ممكن ايضا ندخل على رفع كفاءه الانتاج الطاقه من النظام اللاهوائي، وهذا إشي مهم عند لاعبي كره القدم والالعاب الجماعيه والالعاب المسافات المتوسطه، ان نرفع قدرتنا على انتاج الطاقه بالقدره اللا اكسجينيه بدون وجود اكسجين. وهنا الجهاز العصبي له دور في هذا الموضوع في تطوير القدره اللا اكسجينيه. عيسى في عندك سؤال؟ دكتور بدي أسأل شغلة، أنت حكيت التدريب الفتري إنه بصير في عندك دين أكسجيني، فبستخدم النظام اللا أكسجيني أكثر، فشو الفرق بينه وبين التكراري؟ الفرق بينهم في الشدة اللي بتستخدمها. خليك معي، الشدة اللي بتستخدمها في التدريب الفتري شدة قصوى، لكن في التدريب الفتري إحنا دخلنا دون القصوى ودخلنا على التدريب الشدة المنخفضة، دخلنا على الحجم، التكرارات في التدريب الفتري عالية، التدريب التكراري التكرارات قليلة، فترة الراحة في التدريب الفتري تكون قليلة، ما بتكون فترة راحة كاملة، فترة الراحة في التدريب التكراري تكون راحة كاملة. يعني أنت بعد ما تخلص تكراراتك في تدريبات للاعب كرة طار حسين، دخل يتدرب في الجيم وصار يشيل في أوزان مشان يطور القفز، شال أوزان 100% بطريقة التدريب التكراري، هنا لازم يأخذ فترة راحة توصل لفترة التعويض الزائد بشكل كافي. بينما لو دخل على التدريب عشان يتدرب في طريقة التدريب الفتري بطريقة بشدة التدريب 75%، هنا ما بأخذ فترة الراحة، هنا نزلنا الشدة وهان زدنا عدد التكرارات. هذا الفرق بين هذول وبين هذول. والفرق الثالث اللي مش مبين أو مش واضح عند الناس، اللي هي متى يستخدم هذا التدريب. هذا التدريب اللي هو التكرار يستخدم في تطوير القدرات الخاصة، وبالأخص
بالأخص القوة القصوى أو القوة العظمى، القوة المميزة بالسرعة، القوة الانفجارية، السرعة الانتقالية، تحمل السرعة. هذا الحجم ممكن ما نستخدمه في التدريب التكرار الفتري. بتمنى تكون وصلت الصورة يا عيسى، بتمنى. إذا شكرا كثير دكتور، وصلت 100%. وهنا بما أن احنا بنشتغل في شدد عالية، من ميزاتها الشدد العالية يا جماعة مثل ما بنفهم بدها إرادة قوية، وبدها تطوير في شخصية اللاعب، بدها ثبات انفعالي عند اللاعب، وبدها اتزان خاص، بدها تمشي في صورة المنافسة. فأنت حتى تقدر تشتغل في تمرينات تكرارية وبشدد عالية قصوى وما قريبة من قصوى وأعلى من القصوى، أنا بحاجة إن احنا نحسن القدرات الإدارية وهي تساعد في تطوير القدرات الإرادية عندنا. إذا برد نرجع لطرق التدريب التقليدية أو طرق التدريب القديمة أو شو بدك سميها، طريقة التدريب الفتري وطريقة التدريب المستمر وطريقة التدريب التكراري، ثلاث أنواع من طرق التدريب: المستمر والفتري والتكراري. النوع الرابع أو اللي هو التدريب الدائري، وفي ناس ما بيسموه طريقة من طرق التدريب، بيسموه أسلوب من أساليب التدريب. طب ليش بيسموه أسلوب من أساليب التدريب؟ ليش؟ لأن أحياناً إحنا نستخدم في أسلوب التدريب الدائري بنستخدم طريقة التدريب المستمر والفتري والتكراري، فإحنا دخلنا الشغل الدائري على حساب إيش؟ بطريقة التدريب المستمر أو بطريقة التدريب التكراري. وهنا بيستخدموه ممكن بعض الكتب تلاقيه أسلوب وليس طريقة، فهو بيعتبروه أسلوب تنظيمي بطريقة التدريب المستمر أو بطريقة التدريب الفتري أو التكراري. وهذه التدريبات الدائرية إما بتكون على شكل دوائر أو بنسميها محطات، وفي فرق بين تدريب الدائري وتدريب المحطات، راح نجي في الحصة الجاية إن شاء الله تدريب الدائري وتدريب المحطات. التدريب الدائري ببساطة بيجي المدرب بيسوي لنا 12 محطة أو 10 محطات أو 8 محطات، 8 تمارين مختلفة في القوة وفي السرعة وفي الرشاقة وفي المرونة وفي التحمل. فبتكون هي تستخدم أسلوب التدريب الدائري في فترة الإعداد العام، لأنها بنطور إعداد عام. فبنقول للاعب بلش من عند أول تمرين على طول، بلش في التمرين اللي بعده، التمرين اللي بعده، حتى يلف على جميع التمرين اللي حطها المدرب على شكل دائرة. هذا بنستخدمه في الجيم كثير، احنا ما ندخل على الجيم للاعبين كرة طائرة ما بدنا نطور عندهم قوة عظمى أو قوة كذا، فاحنا بنستخدم تطوير للجانب العضلي، تدريب تطوير لجانب القوة العضلية عند اللاعبين. فبكون في عندي عدة تمارين على في الجيم، للتمارين لعضلات البطن، تمارين لعضلات الظهر، تمارين للتراي، تمارين للباي، تمارين لعضلات الكتفين، تمارين لعضلات الرجلين. فاللاعب ببلش في اول تمرين بيتكلم اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعد. اما بستخدم طريقه التدريب المستمر بحيث انك انت بتتكلم مباشره على كل، بس تخلص من اول تمرين تتكلم للثاني للثالث للرابع للخامس للسابع حتى توصل 12 وترد تعيد من الاول، بتكون هنا على شكل مجموعه او مجموعتين. أو إنك أنت ممكن تستخدمها بفترة راحة، وهنا بصير تدريب فتري، إنك أنت بتخلص أول مجموعة أول تمرين تأخذ فترة راحة دقيقة مثلاً، تنتقل للثانية فترة راحة دقيقة، تنتقل للثالثة للرابعة للخامسة، وهنا استخدمت طريقة التدريب الفتري بالأسلوب الدائري. التدريب الدائري الهدف منه تطوير اللي هي جهاز الدوري التنفسي والتكيف على مقاومة التعب، ويستخدم في تصفية بتنمية الصفات البدنية العامة. مثل ما قلت للجيم، احنا لما ندخل لاعب الجيم وبدنا نعطيه قوة عامة ببلش يلف على هالأجهزة الموجودة في داخل النادي. فهنا طورت تمرينات تحمل وجهاز الدوري التنفسي العام، وأيضا عند استخدام التدريبات باستخدام الطريقة التكرارية. إذا استخدمت الأسلوب الدائري بالطريقة التكرارية، وهنا شد التدريب من 80 إلى 90% وتوصل 100%. بمعنى أني أنا بدي أطور القوة القصوى عند لاعبين كرة السلة، بستخدم الأوزان تصل لحد 100%، بحيث أن التكرارات بتصير من 1 إلى 5 مرات، بحيث أنك تشتغل على الجهاز الأول بتأخذ فترة راحة كاملة، بتروح على الجهاز الثاني بتروح بتأخذ فترة راحة كاملة، بتروح على الجهاز الثالث بتأخذ
فترة راحة كاملة، وهكذا حتى تنهي جميع الواجبات التدريبية اللي حضرت لك إياها المدرب. هذول الطرق التدريب اللي حكينا عنها اللي هن طريق التدريب المستمر، وطريق التدريب الفتري، وطريق التدريب التكراري، وطريقة التدريب الداري أو أسلوب التدريب الداري. هذول هن الأربع ركائز أساسية اللي بيستخدموها المدربين من أجل تطوير قدرات اللاعبين وتحقيق أهداف الوحدة التدريبية. ما راح أكمل في الاتجاهات الحديثة في التدريب الرياضي أو مستحدثات التدريب، بنكملها في الحصة الجاي وإن شاء الله بتكون وجاهة، بتكون أحسن إن نأخذها في داخل الجامعة، لأن هذه الشغلات يعني جديدة في الاتجاهات الحديثة في التدريب، شو الناس صارت تستخدم في طرق التدريب الحديث، سواء من خلال زيادة الشدة أو زيادة الحجم أو استخدام التدريبات اللي هي بسموها تدريبات المشابهة للوحدة التدريبية للعب، أو بسموها حالات من المباراة. بنأخذ هذول الطرق، وأيضا بنأخذ أساليب التدريب الحديث، وبعدها بندخل في تخطيط الوحدات التدريبية والموسم الرياضي. بضل عنا تقريبا أربع محاضرات نقدر نخلص فيهن. بذكر إن عنا اختبار راح يكون يوم الثلاثاء الجاي في موعد المحاضرة. بنفتح مجال إذا في حدا عنده سؤال قبل ما نخلص في طرق التدريب اللي هي دكتور مش كثير فهمت تعريف التدريب الدائري. طيب رؤى، ما انت رؤى؟ معك دكتور. دخلناك على الصالة، ماشي، دخلت على الصالة، لكن المدرب الأستاذ أنا رافع أصفر حطيت لك في زاوية في الصالة فرشة بديش تساوي عليها تمرينات للبطن، بعد بثلاثة أربعة متر في دامبلز بدي تشيليه وتقعد تلعب فيه عضلة اللي هي الترايسبس، بعدها لقيت فيه صندوق خشبي اللي تشتغلي للتراي، بعدها مشيتي لقيت فيه أخرى تمرين حطت لك المدرب حبلة تكفزي حبلة، بعدها في أقمات تجري من بينهم، بعدها هلقيت أنت بتبلش من أول تمرين، تنوصل التمرين بتبلش من أول تمرين اللي حطلت شيء تمرينات البطن، بعدين بتنتقل للتمرين اللي بعده، بعدين للي بعده، للي بعده، للي بعده، بتتخلص 12 تمرين او 10 تمارين اللي حطتها المدرب. هذا بنسميه تدريب دائري. بلاش التدريب الدائري، انه يكون تحط التدريبات على شكل دائره، تمرين اول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، وتقول للاعبين اللي عندك بلش من اول تمرين تنهي التمرين الاخير. ما أعرف إذا وصلت ولا لا. يعني عبارة عن محطات. في فرق بينه وبين المحطات كنا بنحكي فيه، بس أنت تبريحة محطات، خلاص فهمت شو التدريب الدائري. لكن دكتور ممكن دكتور يعني دكتور بدي أسأل سؤال، ممكن يكون التدريب الأسلوب الدائري ممكن يكون مستمر أو تكراري؟ ما إحنا كنا إذا انتبهت معي قلت لك ممكن أستخدم مع المستمر، ممكن أستخدم الفتري، ممكن أستخدم التكراري. شو اللي بيحدد هذا الحكي يا عيسى؟ الوقت، فترات الراحة. يعني إذا أنا عيسى قلت لك بلش في أول تمرين والثاني والثالث بدون فترات راحة، شو اشتغلت؟ فتري مستمر، استمراري. بدون فترات راحة، صحيح. لو أنا قلت لك خذ فترة راحة غير كافية وبشدة فتري، طب إذا أنا أعطيتك شدة 95% شو اشتغلت؟ تكراري. واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح دكتور. شكرا. إذا في حد عنده سؤال إحنا جاهزين. يعني المهم نفهم، يعني إحنا أخذنا أربع سلايدات اليوم، الهدف منه نفهم، مش الهدف إن يعني نقطع مادة. دكتور يسعد مساك. الله يسعدك يا علاء. بالنسبة لما نحكي طريقة تدريب، نحكي عن وجبة تدريبية واحدة ولا مفروض تكون، خلينا نحكي أكثر من وجبة لنوصل لهدف معين؟ الآن أنت شو هدفك في التمرين؟ انت رايح تتدرب تحمل مثلا، رايح تتدرب على التحمل، صح؟ ما يعلى. طيب هكيت انت هانا شو بدك تستخدم؟ تدريب المستمر بأخذ معك وحدة تدريبية، لكن ممكن تستخدم أكثر من طريقة في داخل الوحدة التدريبية حسب الهدف الموجود عندك. بدك تطور قوة قصوى، بدك تروح التكراري. في داخل الوحدة التدريبية بدك تطور السرعة، بدك تروح التكراري. بدك تطور التحمل السرعة في نهاية الوحدة التدريبية، انت رحت على الفتري. فانت ممكن تستخدم اثنين
ممكن تستخدم طريقتين، ممكن استخدم ثلاث في داخل الوحدة التدريبية، مش بالضرورة إني في التمرين أستخدم حسب الهدف تبعي. شو الهدف تبعي؟ هو اللي راح يحدد لي طريقة التدريب اللي بستخدمه. إن شاء الله وصلت. تمام دكتور. آه وصلت دكتور. يسلم. إذا في حدا ما عنده سؤال يسأل، ما عنديش سؤال بيقدر يكتب اسمه على هذا ويطلع ويقول يا الله. يا دكتور بس تنساش تبعت لنا المادة. المادة هكيت أنا هكيت أنا إن شاء الله يعني من هلا آخر الليل بودي لكم إياها، يعني بلاش أجذب عليكم أكيد. بودي لكم. يعطيك العافية دكتور. الله يعطيكم العافية ويسعدكم يا رب. بإذن الله في المارك دكتور امتحان ايه والله منفلل للامتحان الجاي علامات كاملة الله يقويك دكتور حاول بسط لنا اياه يعني عشان نجيب هالعلامات هو انتوا عشان اذكياء ما جبتش اسئله صعبه مش جميعنا اذكياء لا ما شاء الله انت يعني ما شاء الله انت مميزين يعطيك العافيه عم ابو حسين الله يسعدك يا سيف سعد مساك دكتور الله يسعد مساك يلا في حدا مسك الكتاب شو اسمه خلينا نطلع